حصاد الجنوب، أهلا بكم. وصل لواء فرج سالمين البحثني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية. ومن المقرر أن يجري لواء البحثني فحوصات طبية دورية في مشافي واشنطن، حيث كان في استقباله سفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي والملحق العسكري في السفارة اللواء محمد زيد إبراهيم. ضبطت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن اليوم السبت 5 متهمين بترويج وتعاطي الحشيش المخدر في مديريتي البريقة وصيرة. وعثرت قوات القطاع الأول في بيت المتهمين على كمية من الحشيش وميزان ومقصات لتقطيع الحشيش قبل إحالتهما إلى الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات. نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبيان اليوم السبت لقاء تشاوريا في منطقة أمعين بمديرية لودر. اللقاء الذي شارك فيه محمد الشقي مساعد الأمين العام للمجلس لشؤون المحافظات ورئيس القيادة المحلية حسن منصر غيثان الكازمي، ناقش سبل التصدي لتهديدات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تستهدف المحافظة. حذرت قوات النخبة الحضرمية في بيان اليوم السبت من أي محاولة للتعدي على البيئة البحرية في محميتي شرمة وثمون. العقيد محمد بمهير قائد قوات خفر السواحل في حضرموت قال إن قوات خفر السواحل تتابع عن كثب كل التحركات المشبوهة للعناصر الخارجة عن القانون المسؤولة عن هذه الممارسات الوحشية التي تهدد البيئة البحرية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.